شو هالصدفة الحلوة هي؟ بريتا جاي على السوق؟ هذا بيعني الأنسة بريتا وهداك لاعب الكريكيت ما زبطت أمورهم، ولا حتى عيلة لوترا خلوا ابنهم لاعب الكريكيت إنه يعتذر، وعيلة لوترا أكيد ما أخذوا بريتا معهم على البيت، وهذا له معاني كثيرة. يعني بريتا مستحيل تروح على بيت لوترا بعد اليوم، رح تعيش ببيت أهلها. بتعرفي هلأ أنا شو متمني؟ انزل من هالسيارة وروح لعندك سلم عليكي وآخذ وأعطي معيك بالحكي. كارن، صح أنت تركتني، بس رح أتعوض على هذا الوضع وإنسى اللي صار. ما رح أسمح لك إنه يصير اللي بدك يا، ما في حدا رح يزعل ولا حتى ينقهر علي، لا أمي ولا ستي ولا جانكي ولا شريستي ولا حدا من عائلتي رح تنزل له دمعة بسبب اللي عملته فيني. أنا رح أقويهم وخليهم ينسوا، ورح نرجع كلنا مبسوطين، كل شي رح يرجع طبيعي وكأنه ما صار شي. هذا وعد مني، ما رح أسمح لك تكسرني كاران أبداً. بريتا ليكي، أنا متأكد وواثق كمان إنك رح تكوني إلي. ومرة تانية، بريتفي وبريتا رح يرجعوا لبعضهم والأيام جاية. أنا رح أضل ناطرك. ليش ما حدا عم يفهم علي؟ اللي عمله كرام ببريتا شي مانو مقبول، يمكن يعمل نفس الشي مع بنت تانية ويضحك عليها. لا، هو مستحيل يعمل هيك مع أي بنت تانية. هو قدر يعمل فيني هيك لأنه أنا اللي عطيته هذا المجال، مع أني بعرفه منيح لكاران كيف بيفكر وكيف بيتصرف، حتى فهمانة شخصيته. في شغلات فيه ما كنت حبها ومع هيك رافقته، صار أقرب رفقاتي اللي باخد وبعطي معهم، ولهيك أنا وثقت فيه ثقة مطلقة. لازم تفهم أنا اللي ورطت حالي، يمكن بساطتي هي اللي مهدت له الطريق لحتى يخدعني ويعمل هيك فيني. نحن ناس بسيطين وقلبنا طيب، منوقع فوراً بالفخ. ما حدا علمنا من قبل الشغلات اللي مثل الخداع والغش، ما بنقدر إنه نتعامل فيهن مع الناس، بس بنعرف شو يعني الحب الحقيقي. وأنا اليوم تعلمت درس كتير مهم من اللي صار، ما بقى أنسى بحياتي، وهلأ ما في حدا بيقدر يخدعني مرة تانية.